هذا نمبر ثيوري، نظريات الأرقام عنا في القسمة وإلى آخره. من هون بهمني إن نعرف إن لما نشوف زد، الدومين تبعنا زد معناها أرقام السالبة والموجبة بما فيها الصفر. لما نشوف زد بلس بقصد فيها الأرقام الموجبة من واحد إلى ما لا نهاية، الصفر مش موجودة بيناتهم. هاي مهمة إلنا. هلا بدنا نشوف قصة القسمة الديفيجن. الديفيجن رح نشوف هذا الشكل. أنا بهمني هلا نحكي عنه. A على B، الكل بفكر إنه A تقسيم B. لا، هذا بفكروا إنه هذا البسط وهذا المقام. هذا لا، هذا A معناها المقام، أوكي، والB معناها البسط. الB هي البسط، فحتكون هي قصدنا فيها B على A. لما نشوف هذا الشكل بهاي الطريقة، فالحد الأول بيكون المقام والحد الثاني بيكون البسط. بينما لو شفناه هيك، لنفرض A هيك مائلة، هاي الشرطة مائل تقسيم B، هاي نقصد فيها A على B. واضح؟ يعني هذا بسط هذا مقام. بينما الشرطة العمودية هاي اللي احنا بنشوفها، هاي العمودية بكون الحد الأول مقام والحد الثاني بسط. بينما هاي القسمة العادية، فهذا بنقصد فيه البسط وهذا بنقصد فيه المقام. واضح؟ احنا هاي هاي اللي بتهمني، هاي بنعرفها احنا من زمان بس هاي جديدة علينا. واضح؟ فهذا المقام وهذا البسط، معناها B تقبل القسمة على A. شو معنى B تقبل القسمة على A؟ معناها قسمتها ما فيها باقي، إن الأرقام اللي بتطلع أعداد صحيحة، ما في باقي، الصفر الباقي ما فيها فاصلة عشرية القيمة. نيجي نشوف هذا المثال. 24 تقسيم 4، يعني نقصد فيها هذا البسط وهذا المقام. كان بطلع معنا الجواب، بطلع معنا الجواب 6. 6 عدد صحيح، فإذا هي 6 من مضاعفات الرقم 24، يعني 6 في 4 رح يطلع معنا الجواب 24، فهي تقبل القسمة. بينما هون 7 على 3 ما رح تقبل القسمة، ليه؟ لأن 7 على 3 بتساوي فيها 2 فاصلة يمكن 2.3 أو إشي زي هيك بطلع معنا الجواب. ماشي الحال، فإجمالا فيها باقي، في عنا فاصلة عشرية فيها باقي، معناها لا تقبل القسمة. معناها لا تقبل القسمة بنحط شرطة هيك، معناها لا تقبل. شايفين الجواب فولس، هيك معناها إنها لا تقبل القسمة، هيك معناها تقبل. بس أنا بهمني المعلومة إنه الحد الأول هو المقام والحد الثاني هو البسط. معطينا مجموعة نظريات هون، نظريات بنعرفها وإحنا بصف ثالث يعني، بس بطريقة ثانية صايغينها أو بأسلوب آخر صايغينها. حكي لي A B، A divided B معناها هون ال A هي المقام وال B هي البسط طبعا، زائد هذا الحد اللي هو C على A. عنا المقامات موحدة، نفس المقام بعملية الجمع. إذا المقامات موحدة شو بنعمل؟ بنجمع البسط، شو مكان البسط، على المقام نفسه. يعني بصيغة أخرى زي اللي تعلمناها هيك، A شرطة B زائد C، لأنه هذا هو المقام وهذا هو البسط. هاي النظرية الأولى شايفينها نفس هاي. نيجي على هاي الثانية، قال لي A على B نضربها بأي متغير، بأي رقم، 10، 100، مليون، بدكم إياه، C رمزنا له بC. شو بنعمل؟ دائما رح نضرب البسط بالبسط والمقام بضل زي ما هو. هون كأنه في مقامها واحد، صح؟ فبصير عندنا B ضرب C على A. بصيغة أخرى اللي تعلمناها قبل قليل، نحط المقام اللي هو A شرطة B ضرب C اللي هي هاي. أوكي، نشوف نشوف الثالث، النظام الثالث اللي هي هاي. حكى لي A شرطة B يعني A المقام وهون البسط ضرب هذا المقام، لا المقام B، هاي المقام في C، بروح هذا مع هذا، صح؟ بالاختصارات شو بصفي معنا؟ بصفي معنا C على A. بصيغة أخرى A شرطة C اللي هو هذا. وضحت الفكرة؟ هاي هي. هلأ عنا بعض المصطلحات نعرفها. D اللي هو الديفايزر هو المقسوم عليه، اوكي، المقسوم عليه يعني المقام. ال A نقصد فيها البسط، ال Q اللي هو ناتج القسمة، ال R ريمايندر اللي هو باقي القسمة. شو من كل هالقصة؟ يعني لما نيجي نحكي A تقسيم D بيطلع معنا الناتج القسمة اللي هو Q، وال R اللي هو الريمايندر باقي القسمة.
طيب بالخلاصة يعني بدنا إشي ينفهم. نشوف هذا السؤال، حكي علي شوفي تقسيم 101 تقسيم مين؟ 9. فمية وواحد بدي أقسمها على كم؟ على 9، على 11، آسفة أنا شوف بقرأ الجواب، على 11. أوكي هون 101 تقسيم 11، 101 تقسيم 11 قسموها على الكالكوليتر بيطلع معي الجواب 9. هذا 9 اللي هو الكيو ناتج القسمة. طب بدنا نطلع باقي القسمة، كيف بدي أطلع باقي القسمة؟ شوفوا كيف بدهم يطلعوا باقي القسمة. شايفين البسط هاد؟ حطوه هون. أوكي وبتعمل حطوا إشارة طرح. شايفين 9 و 11 اضربوهم ببعض، 9 ضرب 11. حلو معي لحد الآن؟ 9 ضرب 11. هلأ 9 ضرب 11 كم؟ 99. والمقام تبعنا البسط تبعنا آسفة اللي هو 101. 101 ناقص 99 كم الجواب؟ 2. هذا هو الباقي القسمة، يعني البسط ناقص الناتج ضرب المقام، هذا بطلع لك باقي القسمة. وهي باقي القسمة تبعتي، وبنرمز لها دائما بالرمز مود. لما نشوف مود معناها بدنا نجد باقي القسمة. أوكي هو اسمه بالإنجليزي ريمايندر، بس بنرمز لها هون مود. أوكي المد هو معناها باقي القسمة. إذا لما أقسم رقمين على بعض بأخذ الجواب، عشان أطلع باقي القسمة بجيب البسط وبطرح منه الناتج مضروبة بالمقام، نفس هذا القانون، وبيطلع معي دائما باقي القسمة. أنا سؤال تاني بحكي لنا what are the reminder when لنجد قسمة سالب 11 على 3 ونجد باقي القسمة. أوكي هلا أنا رح أحلها بطريقتنا اللي إحنا تعودنا عليها قبل شوي. نحل هاي سالب 11 تقسيم مين؟ تقسيم 3. سالب 11 على 3 لو قسمتوها على الكالكوليتر مباشرة راح يعطيكم الجواب كم؟ 3، والإشارة سالبة صح؟ سالب 3. حلو نطلع باقي القسمة، شو بتساوي باقي القسمة؟ اللي هي سالب 11 ناقص 3 في سالب 3 اللي هو كم؟ بطلع معنا الجواب 3 في سالب 3 بطلع معنا سالب 9 صح؟ بطلع معنا سالب 9 منيح؟ هلأ هون يعني صفى معنا الجواب، خلينا نيجي هون سالب 11 زائد 9 بطلع معنا الجواب سالب 2 اللي هو باقي القسمة. أوكي بطلع معنا سالب 2 اللي هو باقي القسمة. هلأ ما في عنا يعني هو باقي القسمة بالسالب، فدائما احنا بنعرف انه باقي القسمة يتبع علامة المقسوم عليه. علامة المقسوم عليه اذا كانت موجبة تكون موجبة، اذا كانت سالبة تكون سالبة، يعني هو بتبع علامة المقسوم عليه، هذا متعارف عليه. فالمهم بطلع معنا سالب 2. اوكي هاي على الطريقة اللي احنا حلينا فيها، وهذا احنا اللي درسناه واللي بنعرفه واضح. حتى يعني عملته على برنامج جافا، حطيت له سالب 11 تقسيم 3 طلع لي باقي القسمة، هي باقي قسمتهم. طلع عنا حتى الكمبيوتر بطلعها سالب 2 منيح. هذا الحل هون مرفوض، غلط بحكوا لي. ليه بحكوا لنا انه باقي القسمة ما بيطلع غير موجب؟ اوكي لانه هو باقي بيطلع موجب. اوكي هاي نظريات بالرياضيات، بيطلع موجب ولازم باقي القسمة فعلا بيطلع اما صفر او يعني من صفر لوين؟ وين مقسوم عليه احنا؟ سالب 11 على 3 لأقل من 3، يعني لعند 2 مثلا. اوكي لأقل من 3 بواحد، يعني اقل من المقام بواحد، يعني ممكن يطلع باقي القسمة 0 او 1 او 2. اوكي اذا كان عندنا المقام 4 ممكن يطلع لنا 0 او 1 او 2 او 3. وضحت الفكرة؟ دائما باقي القسمة بيطلع من 0 لعند قيمة المقام ناقص 1. فهذا الحل بيحكولنا غلط. طب شو الحل الصحيح؟ علما بأن رياضيا يعني أو إنه بنحل هيك حتى على الكالكوليتر بطلع معنا هيك الجواب. هون رفضوا حل سالب 2 غلط اللي إحنا طلعنا. طب كيف نحللهم إياه؟ شوف كيف تحللهم إياه. سالب 11 على 3 هذا الحل اللي بدهم إياه، كم بتساوي؟ إحنا قلنا قبل شوي كم؟ سالب 3. إحنا ما بنحطها سالب 3. أوكي بنحطها
الرقم الأكبر منها. لو كانت هاي سالب 12 على 3 كم رح تساوي؟ جواب سالب 4، صح؟ كأنه زدنا على هاي القيمة، فأخذنا الرقم الأكبر. سالب 3 هو كانت بطلع الجواب، لا خذوا أكبر منه شوي، هو سالب 4 هو فعليا أصغر يعني من سالب 3، بس لكن كأربعة كلفظ 4 أكبر من 3، فبنحكي الرقم الثاني بناخده سالب كم؟ 4. لو كان الجواب عندنا سالب 5 بناخد سالب 6، أوكي؟ بروح بضرب بعمل نفس القيمة، سالب 11 نفس القانون اللي اشتغلنا فيه هون، ناقص سالب 4 في 3، فصفى عنا سالب 11 ناقص سالب 12، صح؟ فصارت عنا سالب 11 زائد 12 وبطلع معنا الجواب 1، وهذا هو باقي القسمة بالهمية. واضح؟ هذا هو باقي القسمة، يعني الفكرة منه تأخذ البسط مع المقام. القيمة اللي بتطلع عن يعني إحنا سالب 11 على 3 هو الجواب سالب 3 القسمة، إحنا ما بناخد سالب 3 بناخدها سالب 4 بنزيد عليها، أوكي؟ يعني 3 بحكي 4 5 6 أوكي؟ بزيد عليها فبطلع لنا سالب 4 وبنجد المقام، أوكي؟ هاي بالنسبة لهاي النظرية الموجودة عندكم هون أو المكتوب عندنا هون، أوكي؟ هلأ عندنا اللي هو التوافق، علاقات التوافق بين الريليشن، علاقات التوافق نجي نحكي فيها، عندنا قاعدة إلهم اللي هي القاعدة التالية. الانسجام بعطينا علاقتين، أوكي؟ فبحكي لنا هل أو علاقة هل هي منسجمة أو غير منسجمة؟ يعني شو يعني منسجمة أو concurrence؟ نيجي نفهمها، بحكي لنا A منسجمة ب مود الام، يعني هاي هي هذا هو القانون تبع التوافق، أوكي؟ أو الانسجام. طبعا نشرح هذا ما بعطي نتيجة، نأخذ مثال عشان نفهم. حكى لي حددوا 17 منسجمة مع 5 مد 6، طب كيف أكتبها؟ هيك بنكتبها 17، هيها ليش أرجع أكتبها مرة ثانية؟ هي 17 هاي إشارة الانسجام، منسجمة 5 مد 6، طب كيف أنا أعرف إذا منسجمة ولا لا؟ بروح بيجي بطرح هذا 17 من 5، أوكي؟ نطرحهم من بعض، كان بطلع معنا الجواب لما معنا 12. 12 لو أجيت قسمتها على 6 تقبل القسمة؟ تقبل القسمة؟ 12 تقسيم 6 بعطيه 2 عدد صحيح تقبل القسمة، إذن هاي علاقة منسجمة، أوكي؟ نيجي نشوف هون، حكى لي شوفي لي 24، أوكي؟ منسجمة مع 14 موديولس يعني الستة، 24 هيها منسجمة مع 14 موديولس الستة. لحظة خلينا نشوفها، أول إشي بنعمل بنطرح 24 من 14، لما طرحناها طلع معنا الجواب 10، 10 تقسيم 6 كم بطلع معنا الجواب؟ 10 كم بطلع معنا؟ طبعا هي لا تقبل القسمة 10 على 6، يعني دايما راح يطلع معنا في فاصلة، بطلع معنا واحد فاصلة إشي، هي لا تقبل القسمة، فعشان هيك حكينا غير منسجمة وشرط، وهيك عملنا عليها شرطة بهالطريقة هاي، أوكي؟ فهذا قانون الكونكرنس اللي هي الانسجام. نيجي بنحط القيمة وبنطرح القيمة هاي من القيمة هاي، والباقي تبعها بنشوفه بيقبل القسمة على المود ولا ما بيقبل. فإذا قبل معناها في عنا انسجام بيناتهم أو في عنا توافق، ما قبل معناته لا يوجد توافق. واضحة الفكرة؟ هاي هي فكرتها. هلا في عنا قاعدة بيحكي لنا هون إذا كانت عنا عملية الجمع، إذا جبنا قاعدة منسجمة زي هاي طلعت منسجمة أمورها تمام، وجبنا قاعدة تانية برضو متوافقة منسجمة متوافقة، اعمل اللي بدكم اياه، احكوا اللي بدكم اياه، لو جمعناهم راح تطلع معنا ناتج الجمع برضه متوافق. ونفس الشيء بالنسبة للضرب، لو جبت قاعدة أولى متوافقة وقاعدة تانية متوافقة وعملت عملية ضرب بيناتهم القاعدتين المتوافقتين، الناتج راح يكون متوافق مليون بالمية. بس بالقسمة لا، إذا جبت قاعدة متوافقة
وقسمتها على قاعدة متوافقة، الجواب ممكن يكون متوافق ممكن يكون لا بالقسمة. إذن مو شرط ناتج قسمة قاعدتين منسجمتين متوافقتين إنهم يعطوني الناتج متوافق أو منسجم، بينما بالجمع والضرب نعم، إذا جمعت قاعدتين متوافقتين الناتج تبعهم متوافق، وإذا ضربت قاعدتين متوافقتين الناتج تبعهم يكون متوافق. أجي أخذ هذا المثال عشان نفهم الفكرة. عندنا هون حكالي سبعة هاي القاعدة متوافقة وهاي القاعدة متوافقة، خليني أتأكد أنا وياكم إنها فعلا متوافقة أو منسجمة أو كونكرنس. نطرح 7 ناقص 2 كام؟ 7 ناقص 2، 7 ناقص 2 بتساوي 5 صح؟ 5 تقسيم 5 كام بيساوي 1، متوافقة حلوة. هون 11 ناقص 1 كام بتساوي 10، 10 تقسيم 5 2، متوافقة. إذا قاعدتين متوافقتين خلينا نجمعهم. كيف نجمعهم؟ شايفة السبعة اللي هون العدد اللي هون؟ نجمعه مع العدد اللي هون اللي مقابل لإله يتوافق، اثنين اللي هون شايفينها؟ نجمعها مع مين؟ مع الواحد. أوكي؟ شوفوا علي، المد هون لازم يكون نفس القيمة، هاي خمسة هون خمسة نفس القيمة. أوكي؟ فمد اثنين واضح، مد اثنين هون مد، فصارت عندكم 7 زائد 11، 7 زائد 11 18 صح؟ تتوافق. خليني احلها انا، مش راح اتفرج على هذا الحل اللي هون بس عشان تنتبهوا. 2 زائد 1 3، مد مين؟ مدهم هو لازم يكون متساوي، مد الخمسة. اوكي يلا عشان نعرف انه انا جمعتهم صح، نشوف ناتج جمعهم متوافق ولا مش متوافق. 18 ناقص 3 15، 15 قسموها على 5 تطلع 3، إذا متوافق. شوفوا تنتين مع جملتين متوافقتين ناتج جمعهم، عبارتين متوافقتين ناتج جمعهم راح يكون متوافق. نفس الإشي بالنسبة للضرب، كيف نضربها؟ نفس الفكرة، نفس الفكرة. 7 نضربها في مين؟ ب 11، 7 في 11 كام؟ 77، بنحط إشارة هاي. 2 نضربها بواحد، 2 في 1 كام؟ 2، مد كام؟ مد الخمسة لأنه ما فيش غيره. أوكي؟ يلا مد الخمسة. هلأ من نطرح 77 ناقص 2 75 صح؟ 77 ناقص 2 75 قسموها على 5 كم بطلع معنا الجواب؟ 75 تقسيم 5 هي 75 مضاعفات الرقم 5، هون بطلع عنا 1 هون 13. اوكي بيطلع معنا جواب 13، فال13 مضاعفات للرقم 5 او يعني هي، فبتطلع عنا متوافقه. اذا جبنا عبارتين منسجمات متوافقات كونكرنس، ناتج جميعهم بكون متوافق وناتج ضربهم بكون متوافق، وهذا الكلام الموجود هون المشروع عندكم هون محطوط بالنظريه. بينما القسمه لا، مش بالضروره القسمه مو بالضروره تكون متوافق. مثال معطينكم مثال، هي هون في مثال عندنا، خلينا نشوفه. عندنا هاي العبارة والعبارة الثانية both side is not، العبارة الثانية اللي هو كأنه 2 إلى آخره، عندنا بطل divided by 2 إلى آخر. يعني عندنا ناتج القسمة مش ما بطلع متوافق، يمكن على نفس العبارة اللي بالأعلى هم حالين، تهيأ لي ممكن على نفس العبارة اللي بالأعلى لو شو ما كانت، يعني إنه أنا ما بطلع عنا متوافقات. أوكي نيجي هون، هم أجوا أخذوا العبارة الأولى بدهم العبارة الثانية، مش شايفها أنا العبارة الثانية بس يعني بغض النظر لو كتبتها أنا من عندي اللي هي راح تكون 2 على 2 مود 6. أوكي هاي هي أتوقع أنها بهاي الطريقة مكتوبة، يعني إذا هاي العبارة وهاي العبارة، خلينا نشوفهم ناتج القسمة إلها متوافق ولا لا. بيجي باخد هاي وبقسمها على مين؟ على هاي صح؟ 14 تقسيم 2 شو بطلع عنا الجواب؟ 7، هاي 7 من ناحية تتوافق. حلو؟ 8 اللي هي هون بقسمها على هاي، 8 على 2 شو بطلع معنا الجواب؟ 4، مد مين؟ مد الستة، فيش غيرها عندي واضح؟ مد الستة.
هلا بدي اشوف الناتج هذا طلع عندي متوافق ولا لا. بطرح 7 ناقص 4 3، اوكي 7 ناقص 4 3، 3 تقسيم 6 نص، اوكي يعني ما بقبل القسم عليها، واضحة؟ فطلعت العبارة غير منسجمة، اوكي غير منسجمة عندنا نهائيا. يعني انا حطيت عبارة من عندي، ما شفت مثالهم مش واضح، بس انا حطيت لكم عبارة من عندي. بس انا لنا الفكرة القسمة مش بالضرورة تعطينا دائما، اذا كان عبارتين منسجمات انا يعطينا الناتج منسجم، بينما الضرب والجمع بيعطيني الناتج منسجم. هذا اللي بهمني انكم تعرفوا بغض النظر عن المثال اللي طرحناه. اوكي عندنا هون arithmetic module عم بيحاولوا رياضيا كيف يعني بيعرفوا باقي القسمة. أجانا مثلا تعريف بهالطريقة، هاي قال لي فند ينجد الموديول، هو بده يجد باقي القسمة 7 زائد هون 11 9، هذا شايفين هذا الباقي، بده يجمع هدول القيمتين ويجد باقي الباقي على ال 11، باقي يعني باقي على 11 تقسمهم على ال 11. اوكي كيف بدنا نجدها؟ هاي نيجي بناخذ 7 زائد 9، هاي 7 زائد 9 كم بيطلع معنا جواب 16، مد مين 11 القيمة اللي هون، اوكي يعني 16 تقسيم مين 11، 16 تقسيم 11 فيها بواحد. عشان نجد باقي القسمة شو بنعمل؟ بنحكي 16 ناقص 1 في 11 اللي هو 11، 16 ناقص 11 كم بيطلع معنا الجواب 5 وهو باقي القسمة. هلا هون 7 ضرب 9 على 11، نضرب 7 ضرب 9 بيطلع معنا جواب 63، باقي قسمتها على 11 بنحكي 63 باقي قسمتها على 11 إلى آخره، 66 بيطلع معنا 5 كأنها 55، 5 بيطلع معنا الجواب هون بتهيأ لي 63 البسط ناقص 5 في 11 اللي هو 55 بيطلع الجواب كم؟ 8. فهاي الفكرة لو شفناها بقصدوا فيها هون، بنجيب هدول الرقمين بنجمعهم مع بعض بنحط مود الرقم هاد، فالرقمين هدول جمعهم نقسمهم على هاد بطلع معنا المودولس باقي القسمة عادي، بس بأسلوب آخر فقط لا غير.